عليكم. اليوم نروح الولاية تاع ميلا لنعرفكم على استثمار رائع، حيث أنه فيه عملية إنشاء نتاع مول في بلدية فرجيوة بولاية إذن ميلا، استثمار خاص. والملفت للانتباه هو أنه السلطات متمثلة في الوالي تحث هذا المستثمر على المضي في يعني انشاء هذا المول وفي تجسيد الاستثمار ديالو وتشجيع المستثمرين الاخرين للاستثمار، يعني تسهيل فيه تسهيل كبير للمسؤولين في يعني المرحله الجديده اللي رانا نعيشوها، يعني تشجيع المسؤولين على تشجيع المستثمرين على المضي قدما في استثماراتهم وتشجيعهم ومرافقتهم. وهذا امر لمسته كثير في الحوار اللي كان بين والي ولايه ميلا والمستثمر اللي راح ينجز في هذا المول ببلديه فرجيوه. اذا اترككم تتابعون هذا الفيديو حول الموضوع والسلام عليكم. بلا 60 ولا 70 حانوت في السوسو تاع لا تاع الخضره واللحم وهذوك، بلا باركينغ تقريبا 150 170 سياره. دونك جينا نشجعوا شويه باش لازم اموار رمضان يحل السوسو، رمضان لازم يحل السوسو لي ماغازي هذوك تاع الخضره سيتر شي لازم ينحلوا. وحنا معاك الجهه الفوقاديه اون فوز اكومباني اللي خصك رانا هنا، مي لازم ما لازمش المول هذا يقعد كيما هاك، لازم بربي ان شاء الله 5 جوي ولا افون 5 جوي لازم يكون واجد. 5 جوي ان شاء الله يا ربي، ولا قد تعطيه لنا افون معليش ان شاء الله. ها؟ ماذا بينا؟ دوك عصر السرعه لازم نكملوا، نهار يروح لك سير لارجون بيردي. هو المشكل في السيره تبع السيره. ها؟ واش من تصريحات؟ لا السيره قال لك شهرين ثلاث شهور. ها بروبليم دابورتاسيون. تاع لي زيسكالاتور. الوقت هذا. طيب فو باريسي بل ستركتور كيما هذه قاعده كيما هاك، وهذه تجيب لنا الناس، تدخل لنا الناس لبينا. كنا نخدموا في الطريق نوجدوا الناس في الطرقان، سي باش واحد كيفك واحد اخر واحد اخر يزيدوا ينفستوا ويجيبوا لنا المواطنين، الناس من جهه الولايات الاخرين يجوا يدخلوا عندنا الميلا. احنا ثاني ميلا عندنا بزاف صوالح اللي ما كانش في ولايات واحد اخرين، كاين بزاف صوالح الناس ما يدخل عندنا باه تشوفهم، الناس ما يدخل على رانا نوفروا لهم في الطرقان ونحلوا في ليروت وهذوك باش الناس تدخل عندهم. وهذا سيتاب بيجو ما شاء الله كي يكمل تشوف واش غادي الحركيه اللي غادي يديرها هنا في فرجيوه. معروفه ولايه ولا دايره تاع تجاره من بكري، من قدام فرنسا حكومات عليها كوميونيكس، من قدام فرنسا كانت بلديه تجاريه. دونك ان شاء الله نقعدوا على هذا المنوال على هذا الوريت ان شاء الله نتمنى له التوفيق. بعد تعليمات رئيس الجمهوريه، التعليمات الاولى والزوجه والثالثه، سيدي الامور تغيرت. الناس اللي كانوا خايفين واللي كانوا خايفين باش ينفستوا، رئيس الجمهوريه راه فتح لهم كاع البيبان، خاصه لقاو القانون الجديد هذا اللي خرج ولا لي تيكست دابليكاسيون الجداد الثانيه اللي خرجوا، غير اللي ما راهش باغي انفستي. لي بانك موجودين، التراب موجود. دوك رانا قرب نولوا بدينار سيمبوليك، كاين ناس عندها دراهم تخرج الدراهم تاعها. حنا نشوف كنشوفوا من العيد تجنات وفرجيوا الناس اللي عندهم دراهم يخرجوا، والله نولوا قوه، ميلا تولي قوه اقتصاديه كبيره، لان كاع الشروط متوفرين باه نولوا قوه اقتصاديه. تبقى دوك الناس هذو اللي راهم عندهم دراهم يتيقوا في الدوله تاعهم ويتحركوا، ورانا اكونبانيوهم الى اخر، حتى ان شاء الله يكونكريتيزو المشاريع تاعهم. وحنا هذا هو الهدف تاعنا. شحال يدخلك من خدام هذا؟ شحال دخل من خدام؟ يعني مشاريع تاعنا واحد 150 160 بلا الناس اللي يجيو لنا، راح يروح 300 400 خدام. 300 خدام ديريكت، ما نحكوش على لان ديريكت يجيب سلعه اللي يرفد ويدي ويخرج الكوش. ها شو هي ستريكتور كيما هذه دخلك 300 واحد عائلتك الخبز صافي بليزير.